حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وأكيد في هذه اللحظات وصلنا معاكم إلى فقرة اللي تيوعنا دائما ونتلذذ فيها، وهي فقرة الطبخ الشعبي. طبعا بمناسبة العيد محضرة لنا الوالدة أم علي نوع من أنواع الحلويات اللي يتم إعدادها في الأعياد كثيرا، وهي الخبيز. خلونا نتابع مكوناتها وطريقتها في هذا التقرير. السلام عليكم يا اخوان الاعزاء، اليوم نطبخ لكم، نسوي لكم خبيص زين واكلات شعبيه مال اول. والخبيص تبى بهارات، ما تبى بهارات وايد، تبى بس بهارات سكر. نحط السكر مقدار، هاي السكر نخلي السكر شوية لين ما سوى عليه زيت شوية، نقلي السكر نقلي لين ما يحمر، زين نتري السكر لما يحمر. سميت الخبيص نسوي فيه ماي، حط عليه ماي عشان يتخلل شوية، ما يتعقد في ال يتعقد في ال في الماي. حط عليه ماي عشان شوية يتخلل، عشان لما نحطي ماي يتعقد. هذا خللناه، نقلي هاي غدا الماء. الحين عاد نسوي هذا الخبيص، نسوي الخبيص ليه ما بعد ينضي، ندور 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 عشان يدوب ما يتعقد. أبوي طبخوا وانفخوا، إيه طبخنا بزماننا، بيوتنا وبيوت إيراننا. انتو حالي حبتين هيل، هذا هو الخبيص وسويناه الحمد لله. عشان يابس يعني الخبيص ما يبقى وايد طباخ، بس شوية ما يقلل مال السكر و سمن شوية والهيل وهاي وتوح كل شيء، والحمد لله ها خلصنا خلص الحمد لله. ونحطه في الصحن، نغرفه. عاد خبيص أشكال وأنواع، يا الله بالعافية عليكم، أكلوا بصوابع بصوابعكم الحلوة ها الحمد لله. الحين خلصنا، وهذا بنحط عليه
السمن نفس العرسية نفس. وهذا بالعافية عليكم، صحة وعافية، واسمحونا وهذا اليوم حصل معنا، وإن شاء الله استقبال الجاي. مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا طبعاً طريقة طبعاً الخبيص مع أم علي، وأيضاً دائماً هذه الفقرة نيوع فيها، ودائماً نطالب أيضاً الإنتاج منهم يوفرون لنا هذه الأكلات هني في الاستديو، ولكن لله الحمد العيد دائماً يجي بعد بعض المعاناة. أما الآن مشاهدينا ننتقل من بعد المطبخ الشهي إلى فقرة خراريف مع شمسة النقبي، ونشوف خروفتها لهذا اليوم. خلونا نتابع قبل نرجع. اليوم يا عيالي بقول لكم قصة السبع بنات. في يوم من الأيام كان في سبع بنات وكلهن جميلات، إلا أمهن الله يرحمها توفت وعاشن عند أبوهن، وأبوهن ريال شديد يعصب وايد، وذاك اليوم غلطن غلطة وخاف أبوهن يعرف، فيوم صار دوامه شردن قال بنشرد من البيت، وركضن ركضن في هالغابة لين وصلن بيت ودخلن. يوم دخلن البيت استانسن وكلن وفرحن إن حصلوا بيت ومع بعضهن. شوية دخل راعي البيت ريال مسكين عايش بروحه في البيت، فرح فيهن وقال لهن حياكم الله، وقام يغديهن ويعشيهن. لين ذاك اليوم يبغى يصير دوامه، قال لهن ابوي انا بسير دوامهم ايام اول غير، يبون لمن هني ويصيدون ويسوون. صير قال لهن انا بسير وبرجع عاد، لا تطلعوا مكان الا بعرف اسماءكن، عاد خافن يقولون اسماءهن الصدقيه يعني عرفهن. قال انت اسمك شو؟ قالت انا اسمي خضراء وين؟ وانت اسمك شو؟ قالت انا اسمي طريق البحر وين؟ وانت اسمك شو؟ طريق السوق وين؟ اسمع انت شو سووا به؟ كل وحده قالت له اسم. هذا خلاص طلع الريال، ومن طلع تشاردن سارن ومشن مشن مشن لين حصلن بيت ودخلن فيه بعد غيره. هذا البيت كان مهجور ما في حد، وهالبيت اصلا ساكن فيه ساحر كل اهل البيت وسكن فيه. انزين فيهم دخلن دخل عليهم الساحر وشافهن وفرح، قال الله سبع بنات مو بوحده، يتغدى على وحده ويتعشى على وحده. لين تمت اخر وحده صغارهن البنت السابعه، كلها ماتوا تمت الصغيره. الصغيره كانت قليله صغيره كل بعدها مو ما فيها جسم، قال بخليها لين تمتن شوية واكلها تطلع لذيذة مرة أحلى أكلة هذه. عاد وراح قال بسير يسن ضروسي وبرد، يسن ضروسه تذي ياكلها. فيوم سار كان عنده في البيت كلب وقطوة. الزين وراح الكلب وقال له يلا نشي نشي بشرت. كان تقوله وين بتوديني؟ قال أبوي راح الساحر يسن ضروسه بياكلت، خلنا نشرد بسرعة قبل لا يجي. فسل الكلب وعلى ظهره وقام يركض فيها ويركض فيها، ويركضون في الغابة يركضون. شاف الساحر البنت محد والكلب محد، وقام يلحقهم يلحقهم. تروح الكلب يركض ويقول للبنت ها شو تشوفينه؟ تصد البنت عليه ورا تقول اشوفه كبر الفيل. يمشون يمشون يمشون، يركض الكلب شو يقولها الكلب ها صدي وين تشوفينه؟ صدت عليه تقول اشوفه كبر البقرة. شو يمشون شوفه كبر العنزة، شو كبر القطو. لين مرة اختفوا عنه، تاني يوقفون عند الشيارة. قال ابوي انا الحين لازم بيزخنا خلاص نهاية مكان ما في مكان نشرد. كان يقول الكلب يا قتلت يا تقتليني، لازم نمثل ان احد منا مات. قال راح اعطاها سرات السيف صوب الشره، قال يلا ذبحيني وطلعي من الدم وشردي وخشي. قتلت الكلب وانخشت ورات الشره. اليوم يل الساحر هي منخشه، شاف الكلب ميت وشاف الدم، قال ابوي حد ماكل انهم خلاص. كمل الكلب وكلاه كل كبده وخلص توكل. يوم طلعت البنت عاد شلت جلد الكلب وسلخته ولبسته معطف حقها عن تم البرد وكذي، ومشت ومشت وسوت عادي مثلت انها كلب عاد ما حد يقدر انها نسيه. فمره وهي قاعده تسقي الناقه تشرب الناقه وياها من ليابته يا راعي المزرعه، قال انت من وين سوله جن؟ قالت لا والله انا نسيه. قال شو تسوين هنا عيل؟ كانت تقول ابوي انا تشيتي قصتي. خلاف كان يصير يملك عليها وتزوجها، وكانت البنت غايه في الجمال، هذاك الشعر الطويل جمالها حلو. يوم درى عاد ولد عمه قال وين عندك البنت وين عرفته؟ قال القصة. فصار وكان رايح يصيد وشاف له سبع كلاب تراكضون كلاب في طريقه، وراه قال له اقتل واحد من الكلاب، وشل واحد وياه، وتم كل ما يلبسوا الكلب شيء قطع الكلب، كل ما لبسوه شيء قطعه وتضايق، عبال الكلب عاد بيستوي بنيه حلوه. عاد خلاف كان يتضايق من الكلب ويعطيه باللمسه تبه وقتله.
كذي عيالي خلصت قصتنا لليوم. أكيد مشاهدينا مثل ما شفنا وأيضا تابعنا قصة شمسة النقبي وأيضا خروفتها لهذا اليوم، استمتعنا كثيرا بقصصها والله يعطيها الصحة والعافية. أتمنى مشاهدينا أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لهذا اليوم، وتكون الحلقة نالت وحظيت على إعجابكم ورضاكم، لأن هنا نكون وصلنا للختام، وإن شاء الله ملتقانا يتجدد بحلقة جديدة وصباح جديد. وإلى ذاك الصباح تقبلوا أنا تحياتي، أخوكم عمر أحمد وجميع طاقم العمل، ودمتم بأمان الله.